انتصار رابع على التوالي حققه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في مشواره نحو الحفاظ على لقب الدوري الممتاز للموسم الكروي الجاري، جاء على حساب حرس الحدود برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الطرفين بملعب القاهرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الثامنة للمسابقة. وافتتح يوسف أسامة نبيه أهداف الزمالك بصاروخ سكن شباك الحرس مع الربع ساعة الأولى من عمر المواجهة، قبل أن يعزز أحمد سيد زيزو ويخدع الحارس بالهدف الثاني مع الدقيقة 55. ويقود الأباتشي محمود عبد الرازق شيكابالا سيمفونية كروية خالدة، ويسجل هدف ماركا مسجلة لقائد الفارس الأبيض مع الدقيقة 78. واختتم رباعية الزمالك أحمد سيد زيزو مسجلاً الهدف الثاني من متابعة لركلة الجزاء قبل النهاية بدقيقتين، ورفع الزمالك رصيده للنقطة 20 في جدول ترتيب المسابقة محتلاً المركز الثاني منافساً بقوة على اعتلاء القمة ومواصلة الدفاع عن درع الدوري للموسم الثالث على التوالي. الفارس الأبيض يبدع ويمتع ويسير بخطى ثابتة نحو الإبقاء على درع الدوري داخل أرجاء قلعة ميتو عقبة.